أصابت بلدية طرابلس المركز بالمواطنين القاطنين بالعاصمة طرابلس بأن وقود السيارات متوفر بمحطات الوقود، وأن عملية التزويد لهذه المحطات تجري حالياً عبر الناقلة المتواجدة بالميناء ومن خلال الخزانات الرئيسية بطريق المطار. وطالبت بلدية طرابلس البلدية المركز أمس الأربعاء إيقاف الدراسة إلى حين استقرار الأوضاع وعودة الهدوء حرصاً على سلامة المواطنين. لمزيد من التفاصيل زوروا الوسط.الواي.